تحظى الإبل باهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، كونها موروثا عربيا أصيلا حيث شاركت في توحيد هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وتم تأسيس الهجانة في المملكة العربية السعودية في عام 1352 للهجرة، وحفاظا على هذا الموروث التاريخي وترسيخه فقد صدر الأمر السامي الكريم بتأسيس الهجانة الملكية، وذلك بالتعاون المشترك بين رئاسة الحرس الملكي ونادي الإبل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتأسيس هذا الموروث التاريخي والثقافي.